الشيخ عبد الحميد هذا ما شاء الله طلب العلم في مصر ما شاء الله وأخو عمر ما شاء الله لكن هو القائد الكبير حياه تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم.